لما بدك تدخل هون بدك تستنى يعني نص ساعة ليطلع الزوار اللي قبلك. فاليوم كأنه منع تجول عمليا، الناس ما بتدخل هون، السياحة انضربت، السياحة مش انضربت، السياحة وقفت انشلت. فأنت لما تحكي لي فرق ما بين 7 أكتوبر بعد 7 أكتوبر كانت تحكي لي الفرق بين الجنة والنار. حقيقة احنا كاينين عايشين في الجنة، الوضع كاين رائع. هكذا وصف الخمسيني سلطان الشامي حال الحركة التسوقية المتردية في بلدة بتير الجذابة غربي بيت لحم، التي تنعكس آثارها داخل أبواب محله ومعرضه المختص بالتحف التراثية والمشغولات اليدوية. طوف البركة الرومانية ولليوم طبعا مستخدموه، هو الحكم ما بين العائلات تبعين بتير. من محل التحف التراثية إلى جمعية بتير التعاونية للتصنيع والإنتاج الغذائي، فهذا المطبخ الشعبي الذي يعتبر واحداً من أنشطة الجمعية يخلو من السياح والمحبين، واضطر إلى تقليص كميات إنتاجه لأكثر من النصف. عندنا 18 عضو من النساء بعملن في الجمعية. تأسسنا في 2021، رخصنا الجمعية، ولكن إحنا بلشنا في العمل من 2014 بعد ما أدرجت بتير على لائحة التراث العالمي اليونسكو. كورونا من 7 أكتوبر الماضي 23 صار في نقلة نوعية في تحول عمل الجمعية بسبب ظروف الحرب وانعدام السياحة وتقلصها، صار في تقلص كمان لمنتجات الجمعية كون إحنا جمعية منتجة، هدفنا التسويق والربح، صار في عنا تراجع في نسبة المبيعات. بتير المدرجة على قائمة التراث العالمي المهدد منذ العام 2014 تشهد تراجعاً في كافة القطاعات بسبب انعدام الحركة السياحية بعد 7 أكتوبر من العام الماضي، في الوقت الذي تحاول فيه البلدية تعزيز صمود المواطنين. في عنا الحين كموقع إرث عالمي في مكتب اللي هو موقع بتير مع السياحة مع المؤسسات المحلية في بتير مع المؤسسات الدولية مثل الفاو اليونسكو، جميعهم بيحاولوا يوفروا يعني هنحكي مشاريع مستدامة للمزارع. وبلشنا بالموضوع وفي لجان موجودة بالبلد، لجان زراعية سياحية لهاي المواضيع. أثار هاي اللي هو تناقص الحركة السياحية بسبب الأوضاع الحالية أثرت بشكل كبير صراحة على بلدة بتير على الجانب الاقتصادي، خصوصا أن هناك العديد من الأماكن التي تعتمد في تاجها أو في مدخولها على الحركة السياحية. البلدة المعروفة بمدرجاتها الزراعية وقنوات الري والطبيعة الخلابة والبيوت القديمة التي تروي حكايات الأجداد، تبدو اليوم في حاجة ماسة لتوفير الدعم الاقتصادي للمواطنين فيها وتعزيز القطاع السياحي، الأمر الذي من شأنه ضمان استقرار المواطنين.